اهلا بيكم في فيديو جديد من سلسلة دروس الفوتوشوب للمبتدئين، واحنا لسه بنكمل ادوات الفوتوشوب او الفوتوشوب تولز. لو ما كنتش شفت الدروس اللي فاتت هسيب لك رابط التشغيل البلاي ليست في الوصف اللي تحت الفيديو. لو لسه ما اشتركتش في القناة اضغط سبسكرايب دلوقتي وفعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات الجديدة. لو عجبك الفيديو اضغط لايك. النهاردة هنتكلم عن ثلاث أدوات جديدة من أدوات الفوتوشوب المهمة جدا: اللاسو تول، كويك سيلكشن، الماجيك واند. لو عايز تعرف ازاي تستخدم الأدوات دي تابعنا بعد الفاصل. معاكم محمد صبري من way2abusiness.com، القناة اللي بتهدف لتطوير كل المهارات اللي انت محتاجها عشان تعمل اونلاين بيزنس ناجح بنفسك. النهاردة هنتكلم عن ثلاث أدوات في الفوتوشوب: لاسو تول، كويك سيلكشن، ماجيك واند. يلا نروح على شاشة الكمبيوتر ونبدأ مع بعض الدرس النهاردة. بعد ما بنفتح الفوتوشوب احنا عندنا، انا مجهز لكم مجموعة صور هنشتغل عليها النهاردة. النهاردة احنا هنتكلم عن اللاسو تول، دي مجموعة اللاسو تول ومجموعة الماجيك واند وفي كمان الكويك سيلكشن تول. دول التلات ادوات اللي هنتكلم عنه النهاردة. هنبدأ دلوقتي اللاسو تول. اللاسو تول الشورت كات بتاعها L، بدوس على حرف ال يبقى بختار اللاسو تول. اللاسو تول انا لو جيت عملت هنا كليك يمين هلاقي اداتين، لكن هما في حقيقتهم تلات ادوات. طب اجيب بقيه الادوات منين؟ بقيه الادوات هروح لقائمه ادت تول بار، هتفتح لي المنيو اللي احنا شايفينها قدامنا. اللاسو تول هلاقي اللي موجود عندي لاسو تول وبوليجنال تول. طب انا ناقصني ايه؟ ناقصني الماجنتيك لاسو تول، فهشدها واحطها معاهم مكان ما انا عايز. اهو كده بقوا التلات ادوات مع بعض. هدوس دان. مجرد ما اروح عند اللاسو تول وادوس كليك يمين هلاقي التلات ادوات اهم موجودين معانا تمام. اوكي، اللاسو تول هي اداة من الادوات اللي بستخدمها في التعديل في الرسم عن طريق السيلكشن. لكن اللاسو تول هي بتعمل ايه؟ يا اما هتعمل لي رسم حر بايدي او هتعمل لي خطوط مستقيمة، لكن مش هتعمل لي منحنيات. عشان كده الصراحة انا ما بستخدمش في السيلكشن زي ما كلمتكم قبل كده الا البين تول، لان هي فيها كل الاوبشنز اللي ممكن تحتاجها في سيلكشن. فأداة اللاسو تول الاساسية بقى تعالوا نشوفها كده، اللي هي اسمها اللاسو تول. اللاسو تول دي بعمل بيها ايه؟ كل اللي بعمله ان انا بعمل سيلكشن بالرسم الحر، ودي نادرا جدا ما بستخدمها وغالبا مش بستخدمها خالص. تعالوا كده نشوف ازاي. ان انا بضغط كليك شمال على الماوس وبرسم بايدي اهو، بتحرك كده زي ما انا عايز، مفيش حاجة معينة ربطاني. لكن دي طبعا مش هتنفع الا للناس اللي هم يعني دقيقين جدا. وبروح عند اول نقطة مجرد ما بسيب، او نقطة البداية مجرد ما بسيبها خلاص عمل لي اهو السيلكشن. طبعا وزي ما اتعلمنا بشيل السيلكشن بكنترول دي. طب تعالوا بقى نشوف الماجنتيك لاسو دي بتشتغل على كونتراست الالوان. الماجنتيك لاسو دي تشتغل على كونتراست الالوان، انك بتمشي بالراحة على طرف الجزء اللي انت عايز تقصه وبعدين توصل لاخر النقطة فانت هتعمل له سيلكشن، بشرط ان يكون في كونتراست بين اللون اللي انت بتعمل له سيلكشن واللون اللي جنبه. تعالوا كده نجرب على حاجة زي دي. عايزين مثلا نشوف هنا طرف او عدسة النظارة، هناخد الماجنتيك وتعالوا نجرب نبدأ كده اهو، هنمشي بالراحة خالص. طبعا هنا من اكتر الاجزاء اللي هتظبط لان ابيض واسود، فده يعني قمة الكونتراست اللي موجود. وبوصل واسيب ايدي واعمل دبل كليك زي ما احنا شايفين عملت سيلكشن على عدسة النظارة من جوه. ليه؟ لان في كونتراست عالي شوية
تمام. طبعا هنا هتلاقي اكتر حتة ظبطت هنا عشان هنا الفرق ابيض واسود، هنا بدأنا نفتح شوية ولون قريب من الاسود، فهتلاقي الموضوع طلع برة سنة كده. طب تعالوا نجرب نستخدمه تاني من برة ونشوف هيحصل ايه. احنا مختارين الماجنتيك لاسو تول، تعالوا نمشي من برة كده على الجاكيت بتاعة هذا الراجل ونشوف السيلكشن هيعمل ايه معايا. بصوا لو لاحظتوا الاجزاء اللي فيها اسود لانها واخده من لون الجاكيتة اتاخدت معايا، ليه؟ لان مفيش كونتراست. هنا انا دخلت بني، هنا لخبطت ليه؟ لان الشعر لونه اسود. بصوا الحتة اللي فيها كونتراست لبني مع اسود فخده معايا مظبوط. تعالوا بقى نشوف السيلكشن عمل ايه. بصوا الحتة دي مش مظبوطة، ليه؟ لان ده اسود وده مايل قوي، طرف الجاكيتة مايل جدا للاسود، ففي الاجزاء دي اخد معايا الاسود اللي من بره. طب هل انا اقدر اعالج الكلام ده لو حصل؟ اه طبعا اقدر اعالج الكلام ده لو حصل. طب ازاي؟ هنخش بقى في الاداة اللي هي البوليجونال لاسو تول. طبعا احنا عارفين اتكلمنا قبل كده على الاوبشن بار. الاوبشن بار في كل في معظم انواع السيلكشن هتلاقي هو نفس الاوبشنز. طب هو اخد لي حته من بره وانا عايز اشيلها، هعمل ايه؟ وانا مختار الاداه البوليجونال لاسو هقول له انا عايز اعمل سبتراكت من السيلكشن ده. طب هعملها ازاي؟ هنا بقى هروح على الصوره وهضغط واحده كليك ادتني لاين، هضغط بعديها وهعمل كده شلت السيلكشن اللي انا مش عايزه. اجي في اللي بعديها تاني نفس القصة، هدوس كليك اديتني اللاين، هروح لبعد الحتة اللي انا مش عايزها واهي شلت السيلكشن اللي انا مش عايزه وهكذا. فانا اقدر اعالج لو انا استخدمت اداة من الادوات اللي ما ادتنيش النتيجة اللي انا عايزها ممكن اعمل ده. طب بصوا بقى الجزء اللي تحت ده انا عايز اشيله، انا هعمل اد في الحالة دي، بس هختار فاكرين اما كنا بنستخدم الماركي تول المربع، هختار الاد من الاوبشن بار وحاجي هنا في الجزء ده عشان اضيف الحتة اللي هو كان قصصها لانها مش مظبوطة، وهكمل الصورة دي. يعني انا مش لازم استخدم اداة واحدة عشان اعمل اللي انا عايزه، اهو شايفين. اهو استخدمت الماركي تول مع الاد وصلحت السيلكشن بتاعي، اصبح ان انا عامل اهو الجزء ده صلحته وظبطته. لما نيجي بقى نقف جوه السيلكشن ونضغط بالزر اليمين، احنا مختارين اللاسو تول جوه السيلكشن، هختار السيلكشن العادي وهعمل كليك يمين، هتظهر لي القايمة اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده في الماركي تول اللي فيها مجموعة من الاوامر دي. سيلكت، سيلكت انفرس لو انا عايز احول السيلكشن لأعكسه، الفيدر، سيلكت اند ماسك ودي هنتكلم عنها النهاردة، سيف سيلكشن لو انا عايز اعمل سيفينج للسيلكشن ده عشان هشيله وهرجع استخدمه تاني، تمام، فري ترانسفورم، ترانسفورم السيلكشن، فيل ستروك، الحاجات دي اتكلمنا عنها قبل كده. فدي القايمة اللي بتطلع لنا لما اعمل كليك يمين جوه السيلكشن. طبعا زي ما قلنا قبل كده لما اجي اعمل زوم على الصورة بحرف الزد بروح لأداة الزوم، عملت زوم على الصورة بقدر اتحرك بالزاي بسبيس بار بتديني الايه الهاند تول، واقدر اتحرك واعمل زوم زي ما انا عايز في الجزء اللي انا عايزه زي ما احنا شايفين اهو، تمام. ودي قلناها قبل كده. وكده احنا اتكلمنا عن تقريبا كل حاجة في اللاسو تول. هنخش بعد كده على اداة الكويك سيلكشن. الكويك سيلكشن عندنا الاوبشن بار هنلاقي بيديني مجموعة مختلفة بقى هنا من الخيارات،
اول حاجة عندي new selection، تاني حاجة بعمل add selection و subtract selection، هي نفس الفكرة بتاعت الاد والسبتراكت واللي بنستخدمها في الماركي تول وفي اللاسو تول. عندنا كمان في حاجة اسمها اوتو انهانس، دي من الحاجات المهمة قوي ان احنا نكون مختارينها، وسيلكت اند ماسك ده هنستعمله دلوقتي وهنشوف هيعمل ايه. السيلكشن ده بيبقى عن طريق براش. تعالوا كده نفتح صورة زي دي، شايفين البراش الدايرة هنا صغيرة ازاي؟ طب افرض ان انا عايز اكبر الدايرة، الشورت كات اللي عندي هو ان انا بستخدم كنترول مع الت مع كليك يمين مع كليك شمال. بصوا لو جبت يمين هكبر الدايرة، لو جبت شمال هصغر البراش بتاعتي اللي هعمل بيها السيلكشن. لو طلعت فوق هيديني الفيدر، لو جيت لتحت خالص يبقى انا بزود الشارب. فوق فيدر، تحت شارب، يمين هكبر، شمال هصغر. تمام، يبقى ده الشورت كات بتاع التعامل بالبراش اللي هعمل بيها السيلكشن. طب تعالوا بقى نشوف، عايزين هنا نعمل سيلكشن، هنختار ده، عايز اعمل سيلكشن بره، هعمل سيلكت على الجزء الايه الاصفر ده، بيتعامل مع درجات الالوان، يبقى الكويك سيلكشن هيتعامل. تمام، هبدا اهو، انا خدت كده هطلع فوق وهنزل لتحت كده، يبقى انا كده عملت سيلكشن للون الاصفر اللي بره غير اللي جوه. انا عملت سيلكشن للون الاصفر اللي بره غير اللي جوه. هعمل ايه بعد كده؟ هانلوك الباك جراوند دي عشان اقدر اتعامل معاها، بدوس على القفل، يبقى انا كده عملت لها انلوك. خلاص انا كده عملت لها انلوك. في حاجة بس عايز اوريها لكم، بصوا هنا لو نلاحظ هنا انا دخلت على الودن لانها لو تلاحظوا واخدة من درجات الاصفر اللي بره، وده برضو اكل من الشعر، اكل من الشعر. طب عايزين نتعامل بهذا بقى الكلام. بعد ما عملت انلوك لللاير هضغط فوق بقى، وانا طبعا مختار الايه كويك سيلكشن، سيلكت اند ماسك. سيلكت اند ماسك هتلاقيه اخد دي وفرغ ده الكلام ده، شايفين؟ طيب هعمل ايه بقى؟ لو جيت عملت زوم هنا على الطروف هتلاقيه واكل من الحاجة والقص مش حلو. بصوا نحاول كده نلعب في ايه، في الشيفت ايدج، في الفيدر اقدر اوسع بيه السيلكشن شوية، سموث. خلصت الجزء ده، تعالوا كده نبص من تحت دنيا اخبارها ايه. حلوة قوي اهو، هدوس اوكي. تعالوا نجرب على صورة تانية. تعالوا نشوف الصورة دي، احنا عايزين نفصل دلوقتي الراجل ده عن الصورة ونطلعه لوحده. نختار الكويك سيلكشن، لو هنلاحظ هنا السيلكشن هتلاقيه مظبوط عن هناك. طب ليه؟ لان هنا كونتراست ما بين ابيض والوان غامقة مختلفة عن الابيض خالص، فهتلاقي ان الموضوع ظبط. عايز اظبط بقى الكلام ده هعمل ايه؟ هشيل، هقول له والله انا عايز اشيل الجزء ده عشان ما اخدش الحتة. بعد ما شلت الجزء ده انا عايز بقى اعمل انفرت للسيلكشن، كليك يمين وهقول له سيلكت انفرت. فانا كده عملت بقى السيلكشن معمول على ايه؟ على الراجل والحتة اللي تحت، لان انا عكست السيلكت. طب انا عايزه على الراجل بس، هروح على الماركي تول وهختار السبتراكت وهشيل الحتة اللي تحت دي، فانا كده بقيت عامل سيلكشن على الراجل بس. هروح هعمل انلوك لللاير، شايفين بقى العلامة اللي تحت في اللاير دي؟ دي اسمها اد لاير ماسك، هدوس عليها. لقيت ان الموضوع خفالي كل الحاجات اللي كانت مع الراجل، بقى الراجل بس هو اللي سيلكتد. عشان اظبط اللاير واظبط بقى الطروف بتاعته ما تبقاش وحشه، فعشان اقدر اشوف كويس بحط لاير تانية من تحت واديها مثلا لون وليكن ابيض،
هلون اللاير باللون الابيض ازاي اللي هي اللي من ورا، هدوس شيفت اف 5 هيطلعني، هقول اوكي خلاص تمام. هنبدا نقرب بالزوم كده على الطروف ونشوف ايه الدنيا اخبارها ايه. هتلاحظ ان الدنيا هنا زي الفل مش محتاجة اي حاجة. انا هنا فصلت الراجل ده باسلوب سهل جدا وسلس جدا، وطلع السلكشن عندي نضيف زي ما احنا شايفين. طب تعالوا نشوف صورة تانية، نبدأ نشتغل على الصورة دي. دي من الادوات برضو الماجيك واند، هنجيبها منين؟ كليك يمين على الكويك سلكشن هتلاقي الماجيك واند، هتختارها بقت معاك خلاص. دي الاوبشن بار بتاعها مختلف شوية وهنتكلم فيه دلوقتي. الماجيك واند هي من الادوات اللي بنعمل بيها سيليكشن لكن باسلوب مختلف. تعالوا نتعرف مع بعض عن الاداة دي. اداة الماجيك واند بتعتمد اكتر على التدرجات اللونية القريبة من بعض، يعني هتلاقي بص الخلفية بتاعت الراجل هنا كلها اصفرات وهو وشه فيه واخد من الصفار ده شوية. طب انا هنا هستخدمها ازاي؟ حاجة بسيطة جدا، ان انا بروح مثلا في طرف الصفحة وادوس كليك. طب هو كده ما عمليش الخلفية كلها، كنترول دي. التحكم في المساحة اللي انا بعمل لها سيلكت من الجزء الخاص بالتوليرنس، يعني بصوا لو انا كتبت هنا 10 ودوست انتر وجيت عملت سيلكشن هتلاقي المساحة صغيرة. طب لو انا رحت ودوست مثلا 30، جيت عملت سيلكت هنا وكتبت 30 ودوست انتر ورحت عملت سيلكت هتلاقي المساحة اكبر. جيت عملت هنا 50 دوست انتر وعملت سيلكت هتلاقي عمل لك سيلكت لمساحة كبيرة. طيب هل انا هقدر اكمل لو انا مثلا عامل 30 اهو ورحت عملت سيلكت واداني مساحة معينة انا عايز اكمل عليها؟ عادي، هروح جنبيها هنا هختار بقى من الاوبشن بار الاد زي ما كنا عملنا في الماركي وعملنا في الكويك سيلكشن، وحاجه على الطرف هنا وهكمل. بص زود حاجه على طرف دي واكمل، زود لي حته كمان هزود اهو، فاضل حته صغيره فانا كده عملت سيلكت اهو لكل الايه الراجل. طب تعالوا كده نزوم شويه ونشوف السيلكشن اخباره ايه. طبعا هو مزود شويه في السيلكت زي ما احنا شايفين، الموضوع جاي بزياده شويه. فاضل عندي جزء هنا وهنشوف هنظبطه ازاي. على فكره الجزء ده هختار الماجيك واند برضو وهختار الجزء اللي هنا لكن في حتت متسابه. طب هقدر ازودها؟ لا كده زادت قوي فهعمل كنترول زد. هاخد الحته اللي فوق برضو زادت هعمل كنترول زد. طب انا ممكن اقلل التوليرنس اخليه 10 واجرب ازود الحته دي كده زادت معايا والحته دي لا زادت بزياده. اروح بقى للجنب التاني بالهاند تول واخد الجزء ده برضو ازوده طيب حلو ده كلام كويس. انا عايز اعمل ايه دلوقتي بقى؟ هروح للماجيك واند وفي الحته اللي معمول لها سيلكشن دي كليك يمين وهعمل ايه انفيرت سيلكت انفيرس، ضغطت عليها انا كده عملت سيلكت للراجل. هشيل اللوك من على اللاير وهروح اعمل ايه ماسك. يبقى انا كده عملت ماسك للراجل وفصلته عن الخلفية تماما. طب تعالوا نشوف بقى هنا الدنيا زي ما انتوا شايفين في اصفر في الهدوم وفي الشعر، القص معايا مش حلو. طب انا عايز احسن هذا الكلام ده، تعالوا نشوف بقى هنعمل ايه. حاجة بسيطة جدا، حاجة رايح على الماسك كنترول
واضغط بالماوس الشمال ليه؟ عشان اعمل سيلكشن للجزء ده، وبعد كده هختار الماجيك واند وهروح سيلكت اند ماسك. هنا الاجزاء قليله او المساحه اللي انا هعدلها صغيره، فهبتدي اشتغل دايركت من الكلام ده. ازاي؟ بقفل الشيفت اتش وبشتغل على الفيدر مع السموس سنه سنه كده لغايه ما اقدر اشيل الكلام ده، بس ما اشيلوش قوي. خلي بالك يعني انت هنا ما عملت كده لان انت بتشيل من الصوره اساسا، فهتقلل السموس وتبتدي تشتغل حته فيدر وجزء سموس على قد ما تقدر، وشيفت ايدج يعني ممكن ازود شويه عشان ما اكلش من الودن، وارجع اشتغل فيدر تاني واقلل وازود سموث شويه لغايه ما الاقي ان الصوره مرضيه. طب انا والله انا لا مش عاجبني، عايز ازود شويه. اطلع فوق وانا هنا ظبطت الدنيا، الدنيا ظبطت كويس كويس جدا. نرجع اوكي، ندوس اوكي. طيب عايز اتاكد بقى من الشغل اللي انا عملته ده، هعمل نيو لاير وهتخليها من تحت، وهشيل السيلكشن اللي انا عامله على الراجل بكنترول دي، واعمل شيفت اف 5 عشان احط اللون الابيض اللي انا محدده هنا. اوكي هتلاقي ان انت قصيت الراجل كويس، مش وحش والله، ومش دقيقة قوي يعني، ولكن انا شايف ان القص مرضي الى حد ما. تمام، ده بالنسبة لاداة الماجيك واند. وبكده احنا انتهينا من الفيديو النهاردة، وما انك لسه معانا لغاية دلوقتي فانت فعلا مهتم بدروس الفوتوشوب، هتلاقي الرابط في الوصف اللي تحت الفيديو عشان تنضم لقائمة المهتمين بالمحتوى اللي احنا بنقدمه. اضغط على الرابط، دخل الايميل بتاعك عشان يوصلك كل الجديد، الهدايا الحصرية اللي بنكون عاملينها بس للمتابعين معانا باستمرار. لو لسه ما اشتركتش في القناة ما تنساش تضغط على سبسكرايب، فعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات الجديدة اول ما تنزل. اما لو عندك فيسبوك، تويتر، انستغرام، بلوجر، او تحب تتابعنا، هتلاقي كل الروابط موجودة في الوصف اللي تحت الفيديو على اليوتيوب. وكمان يشرفنا جدا انك تزورنا على موقعنا الرسمي www.way2ebusiness.com. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.